السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن الخطة اللي كله بيطلبها، الخطة اللي كله بيسألني عنها، خطة 3-4-3 بي، بجد خطة وحش الهجوم. رجعنا لكم من تاني مع الخطة الفتاكة، خطة وحش الهجوم، الخطة اللي بجد بتكتسح خط الوسط، بتكتسح الهجوم، وهي خطة 3-4-3 حرف البي. الخطة دي تعتبر مش محتاجة تمركزات، كل حاجة لازم أن تكون في مكانها، وخصوصا الدفاع. ما تتفزلكش وتحطيلي مثلا دالشين أو داليه في الدفاع وتقولي ان انت معكش دالواو، معكش دالواو، فنصيحة ما تلعبش بالخطة دي. لازم أن التلاتة يكونوا قلوب دفاع عشان خاطر الخطة دي بتعتمد عليهم جامد جدا، لان انت معكش غير تلاتة دفاع فقط. مش عايزين نطول في وقت الفيديو، وهما التمركزات مش هيبقى فيها كلام كتير، هو اهم حاجة في التمركزات التلاتة قلوب دفاع، والواو دال ده المكان الفاضي ده اللي هو مكانه كازيميرو. المكان الفاضي ده الواو دال ده مهم جدا في الخطة دي، لان هو اللي بيعمل التغطية العكسية. بعد كده نروح للتكتيكات عشان ما نطولش في وقت الفيديو عليكم. التكتيكات هتبقى كالاتي يا سيدي. احنا قلنا الخطة دي وحش الهجوم، وحش خط الوسط، وحش كل حاجة، فبالتالي مفيش حاجة وحش اكتر من التمريرات. فهنلعب تمريرات زي ما انت شايفين، وبعد كده نيجي للتمركزات اللي عليها شوية كلام حلوين. بص يا سيدي، اذا كنت انت اقوى من الخصم من 1-2-3-4 اقوى من الخصم باي رنج، فثبت خط الوسط، ثبت خط الوسط في حالة واحدة بس، اذا كنت اقوى من الخصم. اذا كنت اقوى من الخصم ثبت خط الوسط، ولو انت قلقان من الخصم، عفوا، لو انت قلقان من الخصم ممكن ترجع خط الوسط يساند الدفاع. بعد كده هنيجي للرقابه، وهي اللي هتبقى دفاع رجل ورجل، لان انت معكش غير ثلاثه قلوب دفاع فقط، وبتستنى التغطيه العكسيه من خط الوسط بتاعك. ومصيده التسلل لا طبعا، برضو اذا كنت اقوى من الخصم، لو انت اضعف من الخصم بلاش تلعب مصيده التسلل. انا عامه ما بنصحش الخطه دي وانت اضعف من الخصم، بس بلاش تلعب مصيده التسلل وانت اضعف من الخصم. اقوى من الخصم العب تسلل، اضعف من الخصم ما تلعبش تسلل. فاحنا نعتمد ان احنا دلوقتي اقوى من الخصم. بعد كده نيجي للارقام سيدي، وهي اللي الرينج بتاعها هيبقى من 65-70 زي ما اتفقنا. احنا بندي الرينج عشان ما نديش ارقام معينه والناس تمشي عليها، لان الارقام من كل يوم يوم لليله بتتغير. فاحنا هنبدا من 65-70 زي ما انتم شايفين، احنا بنقعد على اخر رنج. وهنا العقليه هتبقى برده من 75-79. اوعى تعلى ل 80، ما تعلاش بالعقليه ل 80 وهجومش بشراسه، لا ابدا، لان انت هجومك انت دفاعك 3 بس. فاحنا العقليه هتبقى من 75-79 زي ما انتم شايفين، اعلى رنك. ايقاع اللعب هنا بقى يا سيدي اللي هيبقى من 59-65، من 59-65. ازاي هنختار طيب من 59-65؟ لان دي اللي فيها الكلام. كل ما تقلل في الضغط على الخصم، يعني انا قللت مثلا ديت لحد اقل حاجه 65، وقللت ديت ل 75، فبالتالي ارفع التمرير السريع ل 65. لو انا بقى يا سيدي عليت ديت ل 70 وديت ل 79، لحظه، ل 79، فتنزل بديت لاقل حاجه، اعلى حاجه في الاثنين اللي فوق اقل حاجه تحت، واقل حاجه في الاثنين اللي فوق اعلى حاجه تحت. وكده ان شاء الله نكون انتهينا من فيديو النهارده. الفيديو اللي كان عليه كلام كتير وطلبات كتيره، خطه 3-4-3 بي و 3-4-3 اي، وان شاء الله هنجي لكم ب 3-4-3 اي قريب، بكره او بعده. خطه برده فتاكه وتكتيك جامد جدا، انتظرونا قريب. اتمنى منكم لو انت اول مره تشترك في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو الجاي باذن الله بتاع 3-4-3 اي لو انت محتاجه. ما تنساش تشير الفيديو لاكبر عدد من اصحابك عشان ان شاء الله نوصل كده ونكسر الدنيا. تنساش تدعمنا باللايك، شير، مع السلامه.